معانا دلوقتي الحاجة تفاحة امام وحفيدتها رحمة اشرف. اهلا بيكي يا حاجة تفاحة. ربي يكرمك يا بنتي. حاجة تفاحة اسمك جميل. بكرمك. ده اسم اسمك الحقيقي ولا اسم ده؟ لا الحقيقي في البطاقة. اه قولي والله. والله. طب وريني البطاقة. لا صدقيني على طول. لا صدق. قولي لي بقى قبل ما تيجي تعيشي هنا في حي المحروسة كنت عايشة فين؟ رود الفرد. رود الفرد. كنت عايشه في شقه ولا اوضه كده كويس؟ كان فيها سرير اوضه الثانيه فيها كنبتين والدولاب. وكان فيه بقى حمام وكده. حمام شرك. يعني ايه حمام شرك؟ الدور الثاني دور. يعني الدور الثاني والثالث حمام واحد؟ شرك والله. وكلكم كنتوا قرايب في الدور الثاني؟ لا ده ناس من هنا وناس من هنا. طب ايه الفرق حاجه تفاحه من السكن هناك والسكن هنا بعد ما تلاقي هنا في حي المحروسه؟ لا الحمد لله كويسين كل واحد في حاله. انا شايفه عفش وسفره صغيره لا انتوا مستلمين الاماكن كده؟ مستلمين كده. يعني عندنا هنا انتري غير عندنا هناك. كان في كنب وكده. هنا في سفره اوضه الاطفال فيها سريرين ودولاب مش مشتركه تسريحه كومزينو. لكن عندنا هناك ما كانش في الكلام ده طبعا. كان اوضتين زي ما قلت لحضرتك. كان سرير بدورين في اوضه والاوضه الثانيه كان فيها كنبتين بس. فهنا طبعا راحه عشان مكان واسع. وهناك طبعا كانت زحمه وازدحام وكده وعشان احنا طبعا عيله وكده فكانت الدنيا بتبقى زحمه وما كناش بنعرف نقعد. لكن هنا بنقعد براحتنا عشان المكان واسع. طيب الحقيقي كده يا رحمه هل النقل هنا او ان انت تعيشي هنا في حي المحروسه الموضوع بالنسبه لك سكن كريم بس ولا حياتك كلها اختلفت؟ لا طبعا هي حياتي كلها اختلفت. لان انا لو كنت عشت هناك كانت يعني هناك كان في وضع غير الوضع هنا. هنا يعني راحه نفسيه طبعا. يعني راحه نفسيه وغير كده يعني ما فيش حد بيختلط بحد. يعني انت ماشيه في حالك. طيب رحمه انت ماشيه في الشارع هل في اي تحرش لفظي او معاكسات او هنا اي مضايقات ليك انت كأنسة؟ لا هنا لا خالص. لكن هناك كان في ممكن حاجه دي. هنا سكن يعني حاسه يعني هنا امان راحه وامان. انا عرفت ان انت هنا رحمه بتتطوعي في مركز معين ممكن تكلميني؟ انا بتطوع في مركز صندوق مكافحه وعلاج الادمان تبع وزاره التضامن الاجتماعي. انا كنت متطوعه فيه. متطوعه في الاجازه بس لكن انت في الدراسه؟ لكن في ايام الدراسه انا طبعا شغاله لحد ما اخلص ان شاء الله الدراسه وهرجع تاني. بصراحه صندوق يعني بصراحه هو بيعالج الناس وفي ود وحنان وكل حاجه. رحمه بصراحه كده هل احلامك اختلفت او طموحاتك اختلفت بعد ما اتنقلتي هنا حي المحروسه؟ طبعا. ازاي بقى؟ يعني هناك الالفاظ كانت وحشه. الفاظ سخيه جدا. لكن هنا بحس ان انا ذات نفسي بحس ان انا ببقى احسن من هناك خالص. يعني بحس ان حياتي بتتغير خالص. احلامك ايه؟ احلامك ايه لما جيتي هنا ولقيت المكان مختلف والجو والمناخ العام اختلف؟ احلامي طبعا ان انا اجيب مجموعه طبعا وان شاء الله واعمل معادله ان شاء الله واخش كليه هندسه.